حليمة صباح النور. خير وصباح الورد والياسمين. شخبار لالا لبس عليك. بارك الله فيك وتحياتي ليك وصباح مبروك ليك. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. الله يخطيك. حليمة أنت كتسكني في تمارة ولكن الآن أنت في طنجة بالضبط. تبعناك. مرحبا بكم. مرحبا. تبعناك في طنجة حليمة ياك. أنا اللي كنت بغيت نتبعك لمراكش وراني ما سقاليش. انا كنت بنتبعك لمراكش ما مكتاش. مرحبا والف مرحبا لاله حليمه. مرحبا بك انت من المستمعات الوفيات للبرنامج ويعني اللي كنعتبرهم سيدات اللي اسستوا هذا الفضاء ديال اللقاء المفتوح من خلال الاطباق وكذلك النصائح. ما عندي ما نسالكم تبارك الله عليكم والامثال بالفعل والامثال زودتونا مجموعه ديال الامثال والحكم. ما عندي ما نسالك حليمه وتحيه لكل المستمعات اللي ساهموا من بعيد او قريب في إغناء هذا الفضاء اللي هو فضاء اللقاء المفتوح. بارك الله فيك وجودكم انتم تبارك الله عليكم انتم تبارك الله استفدنا منكم الكثير الكثير. الله يخطيك وحنا استفدنا بيني وبينك حنا استفدنا منكم بزاف. كنخليوكم تخدموا شي شوية وتقراو تمشيو تبحثوا بحثوا. كنقلبوا لليك زين العنادية نقلبوا واخا تكوني معايا كيزا لا كتقلبوا ما عندي ما نسالكم. الله يخطيك حبيبة تبارك الله عليك. إذا حضرنا معك حليمة مجموعة ديال النصائح. أيوا واخا كانوا من الانسان نعاودو من نستافدو منهم الناس كاينين اكيد اكيد. اذا غادي نمشي معك النصيحه الاولى اللي هي الملابس. الملي كتشري به الحوايج الملي كتدي اللي كنشلو بهم الحوايج فاش كتدي لكن الالوان الالوان كيكون داكشي ديال الالوان كتكون الالوان ديك الذكينه باش كتشلي كتشدي سميتو الماء كديري الماء كديري في ايطر ديال الماء ولا ايطر ديال التشلال كتضيفي ليه نص كاس ديال الخل هو كتشلي بيه دوك الحوايج كيعطي دوك الرونق وكيخليهم كتفقش داك اللون ديالها. الخل ابيض؟ الخل ابيض؟ الخل ابيض. نعم. اذا داك الماء ديال التشان انت كتضيفي ليه واحد نص كاس ديال الخل بالنسبه للملابس اللي كيكون اللون ديالها داكن فهي ما كتخليش داك اللون يبهات. ما كيبقاش وكيبقى كيعطي حتى داك اللمعان ما كيبقاش شعبين كيبقى داك اللمعان حيت كيبقاو بعض المرات كتجي حتى داك البيوضه. كيعطيهم كيترقدوا فيهم ويتشلوا وصافي ويتنشروا. خاصة إذا كان عندك شي حاجة اللي عزيزة عليك بزاف. بزاف وما كتبغيش تقدام دغيا. كتقدام هذه فكرة. إذا الماء الخل الأبيض كتضيفيه الماء ديال التشلال بالنسبة للملابس اللي عندها ألوان داكنة. داكنة. نمشي ولا لا بنت سيدي البراد ديال الألمنيوم. الألمنيوم الألمنيوم بالقوة ما كنستعملو كيجينا ساهل في الخدمة ما فينا ما نحكو. ما فينا ما نحكو هذاك ساهل ماهل ياك. وما بقى لا جد باش تحكي لا والو. لا واه لا واه حليمة باقي باقي. الوقت مزروع ما كتبقى عندي بقى داك الخاطر باش قلتي تحكي. ياك تفضلي. إذا هذاك البراد شنو كنديرو ليه؟ ديال الألمنيوم بلي كيتغير داك اللون ديالو من الداخل مع مبلوق ما كنكثرو كنستعملوه كنديرو كناخدو داك الماء وكنضيفو ليه جوج معالق ديال الخل. فهمتو كنخليو كيتبخ. كتنقصي عليه البوطه تخليه كيتبخ يتبخ كيطلق كاع داك الكحوله اللي داخل كلها كتزول. صافي وكتوصلي عادي. اذا هذا البراد ديال الالومنيوم كديري فيه الماء زائد جوج معالق ديال الخل وكتخليه كيغلى حتى كيطلق ديك الحموريه اللي كتكون عنده ديال الحبوبات ديال الداخل. اييه. نمشيو مازال الحامض والماء مغلي شرائح ديال الحامض الابيض 10 ديال الدقائق. شنو هذه لياش الملابس كذلك؟ اللي تبيض الملابس. شنو كديري؟ الملابس دوك البيض كيفخذوا داك اللون ديالهم. فهمتي كديريهم حتى كتصبنيهم وكتشديهم كديري في الماء سخون ماشي الماء سخون كاع بزاف شويه يكون باش ما يتجمعوش عاوتاني حيت القطن ما كي هما كديري لهم شرائح ديال الحامض اولا تعصريه داك شرائح ديال الحامض كيحيدوا داك اللون اللي كيدير بحال ما كيخش بويض ديك الصفوريه هذاك الصفوريه كيزولها ما كتبقاش كتخليهم مرقدين. هادو الملابس حتى كتصبنيهم حتى كتصبنيهم هادو ديال القطن ماشي ديال القطن ديال القطن اذا داك البويض الملابس البيضاء اللي كيكون اللون ديالها بيض وهي ديال القطن باش داك لي مايو داك كيكون اذا كديروا لهم الحامض زائد الماء وكتخليهم يرقدوا واحد 10 ديال الدقائق شرائح يكونوا دوائر كتلقيهم تما كتخليهم مرقدين. نعم اذا الحمد هذا نبقاو مع الحمد لله حليمه ولكن هذه المره القشور القشور ديالو حنا القشور ديال المديحه ما كنتخلصوش منه. بزاف الاستعمالات كيستعملهم الانسان ممكن كتفركي بهم حتى الوجه ديالك. فهمتي كيتخلصوا من ديك الدهون ودوك الغبار بحال دابا كنكونوا كنشغلوا
راه ما عندك يا اخي. اذا انت دوك القشور ديال الحامض كتمسحي بهم يديك باش كيبقاو مزيانين؟ ايوا او كتمسحي بهم اليدين داك الوجه ديالك بان كيخليو راه ما مزيانين. ومن بعد انا ملي ما بغيتش كنعصر داك الحامض كنشد داك نص حامضه كندير في نص منها معلقه ديال سنيده وكنحطها حتى كنخليها حتى كتلقى من بيتها واما نخليها تقيل كاع النهار كله كنعصرها فشي قريعه صغيره ولا فشي كاس ولا شي حاجه وملي كتكملي الشغل كدهني بها يدك كتحيدها دوك النقاط اللي كيكونوا في اليدين وكتحيدها سميتو مزيانه. وكاين عاوتاني كتستعملي عاوتاني تحط في الطين باش كتمسحي بهم ديك رائحه العرق. المهم نبقاو فيهم في اليدين من الاحسن كنحكوا بهم يدياتنا القشور ديال الحامض فهما كيخليو الريحه مزيانه ومن ايوا كيحيدوا حتى داك الغبار اللي كيكون بحال دابا الوجه كيحيدوا كيف حتى المسام. اذا بالنسبه لها التدخل هذا شتنا الخل لاله حليمه شللتي به الحوايج اللي هما الالوان الداكنه يعني في الاخر حتى كتصبنيهم كتشليهم بالماء والخل البراد الالمنيوم كذلك كتستعملي معاهم الخل والماء وكتخليه يغلى كيطلق ديك الحموريه ديالهم. الحامض كديريه مثلا في الحوايج ديال القطن حتى كتصبنيهم وكترقديهم في الماء زائد الدوائر ديال الحامض كترقدي دوك الملابس اللي هي كتكون ديال القطن واللون ديالها ابيض فكيخلي ديك الصفريه ما كتبقاش. قشور الحامض كتستعمليهم ليديك. نمشيو للكيك الا بغينا يجي مزيان الكيك باش كيعود هشيش بحال دابا كاين اللي كيدير داك سميتو المهم اللي كيبغيش كدير داك الكريم فريش اييه كديري مع الخليط اييه مع الخليط كدير مع الخليط كتجي هشيشه كتجي مزيان. اذا انت الفكره ديالك هي هذه كديري الكريم فريش مع ولا كاين اللي كيدير الحليب بحال بلاصه الحليب عاوتاني دير داك الكريم فريش كل واحد اش كيدير المهم في الكريم فريش كيعطيها سميتو كتجي هشيشه هشيشه اييه. الفراش ديالنا والمعالق لاله حليمه الفراش معالق راه الانسان كياخذهم بعد المره كتبقى فيهم ديك الكحوله ولا كيبقى فيها سميتو كترقديهم في داك الماء ديال البطاطا كتزيدي داك الصابون محكوك غير عادي فهمتي وكترقديهم كتخليهم كيخرجوا هكا كيلمعوا. شنو كتقصدي بالماء ديال البطاطا واش كتحكيها ولا شنو؟ كنحكها كنحكها انا كنديرها بكل شيء ليها وترقديها في بانيو وكتخليهم مع مع الصابون محكوك حتى هو اي عادي الصابون ماشي اي عادي طبيعي وكتخليهم يرقدوا شحال ديال المده؟ المهم جيد اللي كتمشي كتهزي هكا المعلقه وتهزي الفرشيط ولا تهزي السكينه راه كتشوفيهم كيلمعوا صافي صافي كتشد اليوم وكتحطيهم. اذا هذه مجموعه ديال النصائح لاله حليمه في التدخل الاول ياك غادي نكتفيو بهذا القدر نعاود نرجع نكمل معك باقي التدخلات ديالك نخليك تشربي كويس ديالها حتى يمكن انا وياك زيان نشربوا لا دابا انت معروضه حليمه اختي انت مرحبا بك انت دابا معروضه راه كيسلموا عليك مرحبا بسلامهم تحيه لهم وتحيه لكل المستمعات اللي كيسمعوا لينا. اذا نخليك تشربي كويس ديالها حتى ونعاود نرجع لك ونسترحوا مع الاختي يلا شربتو شتكات نجي وراك عرفت شي داك الشيء باش بقيت كنقول لك غاب شويه عليك راه كنت كنشوف راه كنت كنشوفك راني حداك في الاستوديو دابا قالت حداك بصحتك وراحتك لاله حليمه بصحتك وراحتك اخيتي الله يحفظك بارك الله حنايا رحنا للاستوديو ما خليناش حقنا حتى حنايا ما خليناش بارك الله فيك الاختيارات الغنائيه تبارك الله عليكم. اذا حليمه نكملوا النصائح ديالنا غادي نمشيو دابا للكحل الكحل والتحيه تحياتي للرقيه تحيه للمرقيه بام الزهر نتمنى انها تكون في الاستماع وكنقول عليها مسكينه ولا يعني نعم ثومه مولات الثومه مشهوره بالثومه والكحول والكحول بالفعل والحنه والله استفدنا منها بزاف بزاف والله تحيه ليها تحيه ليها تحيه لكل المستمعات اللهم امين يا رب العالمين. اذا نمشيو للكحول لاله حليمه شنو كديري ليه باش يبقى مزيان؟ كانت توطي داك القنفل عود النوار باش ما كيبردش والله الا فعلا يعني كديري بديك القريعه ديال الكحل كديري فيها واحد الحبه ديال عود النوار عود النوار كيبقى مزيان الكحل كيبقى مزيان ما كيخسرش مزيان. اذا هذا بالنسبه للكحل الناس اللي باقيين كيستعملوا الكحل فقط ان ديك القريعه ديال الكحل نديروا فيها واحد الحبه ديال عود النوار فهو كيبقى قابط كيف ما كنقولوا على الكحل كيبقى سخون ما كيبردش سخون ما كيبردش فعلا. نمشيو للحنه الحنه هي كتضيفي ليها الخزامه كتبقى ديال الخزامه كتبقى مزيانه ما متقوقاش لا ما متقوقاش ورق كتبقى واخده اللون ديالها هنا خدينا يعني الكميه ديالنا وجبناها للدار عاد كندقوا على يدينا كندفوا معها الخزامه الخزامه كتكون حتى هي مزيانه كتحافظ عليها. نبقاو مع البلدين نمشيو للزعفران الحر الزعفران الحر كذلك حتى هو الزعفران الحر تا هو اذا كان الانسان كيكون عنده كثير
ما دابا الانسان ما يقدرش على غالي دابا. بالفعل بالفعل، ولكن معليش حنا كنعطيو نصائح بصفه عامه. ولكن دابا المملكه عند الانسان كيضيف ليه داك حبه ولا جوج ديال القرنفل. ديال القرنفل، اذا القرنفل عندك مهم كضيف فيه الزيت ديالو. اها كضيف فيه الكحل وكضيف فيه الزعفران الحر. الزعفران الحر باش يبقى بالشكل ديالو، والحنة كضيفي ليها الخزامه. نمشيو للزليج. الزليج البيض. البيض. أيه. باش يخرج مزيان. دابا واخا كديري لي كلشي، ما كتخلي كتسيقي، كتدي الجفافة، كديري سميتو، وريني الجفاف كيبقى ديك الخبلة. كتلقاي باقا كضر فوق فوق من الفصاية. كتشدي ليبا، ليبا موز. فهمتي؟ كتلبسيها كتلبسيها الجفافة. كراتها. تا كتساري تنشوي وتساري، كتلبسيها كتجمع كاع ديك الخملة. وداك الشعر كيكون سميتو كتجمعو كيبقى. حتى الفكره هذه ممتازه لاله حليمه. هو ان الزليج حتى كتجمعي وتسيقي وتجفي. كتاخذي الكراطه او الجفافه وكتلبسي ليها لي باموس. وكتعاودي دوزي على داك الجفاف. علاش؟ باش كتجمع كاع ديك الخمله اللي بقات وداك الزغيبات الشعر اللي كيكونوا طايحين. اذا هذه بالنسبه لي ماموس بطبيعه الحال الا ما بغيناهمش وما غاديش نشريوهم بالضبط عليهم ياكي. شي حاجه عندنا واحد لي باموس داك يكونوا كيكونوا راه حيت كتقولي حتى حاجه ما تطيح. اكيد كندير فيهم حتى كويميشات. كويميشات كندير فيهم الخزامه، ندير فيهم الزعفران، ندير فيهم سميتو، كنديرهم في البلاكار، كنديرهم في سميتو مخدات. في المخاد، في كل شيء. اها اذا دوك لي باموس مهمين نلبسوهم. حتى نلبسوهم ويتقطعوا ما نرميوهمش. نعاودوا نستعملوهم لحاجه اخرى. راه تعلمنا منكم حتى حاجه. حتى حاجه ما تلاح. حاجه ما ما كنساوش الى النعناع، الى القشطه، الى اللوز، كلشي كلشي حاجه ما تضيعش. كلشي الشعار ديال البرنامج راه. حتى حاجه ما تلاح. حتى حاجه ما تلاح. العسل ديال الدار باش يبقى عندنا مزيان لاله حليمه. العسل ديال الدار بحال كيبقى بحال دابا كيقصح ولا سميتي كتضيفي ليه الحامض. كتضيفي الحامض مع العسل. باش كيجرى بلا ما كتسخنيه ولا كتسخنيه؟ لا لا عي كديري ليه هكا كتحركي فيه صافي وكي كديري فوق العافيه شويه سخن. عي كيسخن عاوتاني كيتطلق ما كيبقاش. اذا انت كتضيفي ليه عصير ديال الحامض. اييه وكتحطي فوق العافيه شويه حتى كيسخن حتى كيطلق حتى كينسجم داك العسل مع داك الحامض. كطفي عليه صافي كيعود جاري. نعم. نمشيو للحلويات التزيين ديالها وتنسيمها. الحلويات كما كانوا الحلويات الانسان اللي بغى ينسم اللي كيبغي يزوق اللي كيبغي فهمتي كيتنسمي داك الصفر ديال البيض بالفاني مع شويه ديال الخل والقرفه صافي وكدهني به الحلوه من الفوق لان الفاني مع البيض مع سميتو كيعطي مذاق زوين. اذا عندك الصفر ديال البيض، عندك الفاني، وعندك القرفه وشويه الخل. وشويه الخل كتخلطي الخل باش كيحيد داك الزفوريه ديال البيض. ديال البيض. اذا كتخلطي هادشي كله وكدهني الوجه ديال الحلوه. ديال الحلوه. ممتاز. نمشيو للبريوش. البريوش. باش كتبغي تزينيه. ملي كيدير حيت الانسان خصو الجمرات يدهنو. ملي كتشكليهم كيدهنو مرة الأولى كدهنيهم بالصفر ديال البيض. وكتزينو في المرة الثانية ملي كدهنيهم عاوتاني ملي كيخمرو النيت كيضعفو ملي كيخمرو كتعاودي دهنيهم بالصفر ديال البيض كترشي إما اللوز إما الزلجلان. إما الزلجلان اللي كان. أنت إذا كدهنيهم جوج الخطرات، كدهنيهم المرة الأولى والمرة الثانية حتى كيخمرو. حتى كيخمرو. اذا نصائحنا في التدخل الثاني كان عندنا الكحول كديري مع القرنفل، الحنه كديري معاها وهي باقا ورق ما دقاتش كديري مع الخزامه. الزعفران الحر باش يبقى مزيان كتضيفي ليه القرنفل كذلك. الزليج حتى الابيض خاصه حتى كتجفيه وهذا عاد كتقبطي الكراطه كتلبسي ليها لي باموس كتعاودي دوزها باش كتجمع الخمله اللي بقات. العسل ديال الدار الى قصح كتردي فوق البطيله كيسخن شويه وكتضيفي ليه شي عصير الحامض فهو كيتطلق. الحلويات باش نسموهم عندنا صفر ديال البيض، عندنا فاني، وعندنا القرفه. كتخلطي هاد المكونات وشويه الخل. كتخلطي هاد المكونات وكتدهني بهم الوجه ديال الحلوه ديالنا. البريوش باش كتجي الشكل ديالهم والوجه ديالهم مزيان فكتدهنيهم بالصفر ديال البيض المره الاولى وحتى كيخمروا كتعاودي تدهنيهم مره ثانيه. وعاد ديك الساعه كدير لهم الزنجلان او كدير لهم اللوز حسب الاختيار ديالك. اللي موجود. اللي موجود. تبارك الله. الله يبارك. حفظت الدرس ياك حبيبي. حفظت راه مجتهده راه تبارك الله. تبارك الله. انا كنحفظ معاك. سمعنا ديك 10 على 10 شحال كنا كنعطيو التنقيط يا كحليمه. تنقيط تنقيط. 10 7
8 سعود. لا انت 7 لا انت 10 على 10. لا ولكن تبارك الله عليكم كلكم 10 على 10 هذه مساله مفروغ منها. تبارك الله فيك. اذا باقي لنا تدخل واحد حليمه غادي نسترحم على الاختيار الغنائي. دابا اتي شربتي شوفي دابا عاوتاني شي حاجه لا ديريها. باقي يلاه كيطيب راه باقي الحال على الغداء. بصح مازال ما طيبوش الغداء انا قلت غادي نسالي مع 12 ونقلب الطريق لطنجه. وعيرا زيد قيب موجود نحط فوق الطبله. تعرفني ما غنوصلش بكري. بارك الله تحيه ليك. اذا نبقى مع الاختيار الغنائي ونرجع لك. حليمه راني معاك. عندك تمشي شي بلاصه تقولي انا جالسه. هذه الأغنية كانت إهداء ليك حليمة وإهداء خاص الحاجة رقية من إيمو الزار جبتها الصباح. تحية لكل المستمعات اللي ساهموا كيف ما قلت من بعيد أو قريب في إغناء فضاء اللقاء المفتوح. كل شيء تبارك الله. إذا نكملوا باقي عندك السوفل ياكي. باقي الحمد لله باقي باقي ما تخافيش. أنا معك كاع نبقاو ما تسيموش. الله يطول يا عمرك. إذا نمشيو للمخللات لالة حليمة. ملي كتبغي تخلي لي خيزو داكشي تحمضيه يعني داك باش كديرهم كيبقى لك مده طويله. باش كتخليهم كيبقاو لك مده طويله داك خيزو الكرافس. نعم تفضلي. الكرافس والخيزو والشيفلور. اييه كتاخذي داك الخل. الخل ديال التفاح. نعم داك الخل فيه والثومه. كتشديهم كتشدي كتاخذي ديك الشجيره دوك الزهرات ديال الشيفلور. كتاخذي خيزو على الطول. يكون صغير بيان سور. المهم على الطول يكون طويل على جهه القرعه اللي غادي ديري فيها. وكتاخذي خيزو والكرافس والشيفلور والشيفلور. كتزيدي ديك شويه الخل بعدا معهم هو الاول. شويه الخل عي شويه ماشي بزاف. وكديريه في قريعه كديري معهم شويه ديال الماء. كتستفيهم هكاك على الطول كتعطي ديك الخضار ها على حسب الالوان اللي عندك. اللي عندك على حسب داكشي الموجود ديال الخضار. كتستفيهم كلهم كديري معهم الثومه. الثومه ما بتزيدي شي عريش ديال الزعتر اولا ديال وقتنا موسى اولا شحال تنسمي باي حاجه. نعم انتي والذوق ديالك. انتي والذوق ديالك. كديريهم في ديك القريعه كتزيدي كتغطيهم ماشي تغطي من جد ديك الماء اللي باش يتغطاو. وكتزيدي عاوتاني الخل من فوق منهم. نعم. بغيتي تضيفي زيت العود راه كتضيفي زيت العود انت راه مزيان كيعطيهم واحد اللذه. صافي كتخليهم واحد المده حتى كيطلقوا مزيان حتى كتحسي بهم راه طابو لان داك الخل كيطيبهم. كيطيبهم. صافي كتقدميهم كيجيو زوينين. اذا عندنا هذا بالنسبه للطرقات ديال الكرافس الخيزو والشيفلور. اي المخلل. كتاخذي القرعه وكتوقفي هادو واقفين على الطول ديالهم. على الطول. بالنسبه للخيزو بالنسبه للكرافس هو دوك العويدات كديريهم وكديري معاهم شويه ديال الشيفلور دوك الزهيرات غير كيكونوا صغار. كديري معاهم الخل وكديري معاهم الماء وكديري معاهم كذلك شويه ضريس ديال الثومه وكديري معاهم الا بغيتي تتنسمي مثلا زعتر بغيتي تضيفي ورقه ديال سيدنا موسى انت والنكهه اللي بغيتي. اللي بغيتي اللي عازي اللي كيبغي الانسان عازي كيعطي مذاق زوين كاين القزبر يابس. نعم اللي بغى الانسان الاختيار اللي عنده موجود كديرو كيعطي هذيك النسمه كتجي في الاخير كتغطيها بالخل وكتسدي القرعه ديالك كتخلي داكشي حتى كيطيب على خاطر. كيطيب على خاطر وكتقدر. نعم نمشي اذا الفلفله. الفلفله انا قلت الفلفله حاره ياك. عندنا الحلوه والحاره ياك. حيت ما بغيتش نخليك بلا فلفله حاره. غادي نقطعها صافي. لا ما تقدريش. حيت ولا الشعار ديالي هو الفلفله الحاره. تفضلي. حيت معروفه بالفلفله الحاره. وما يمكنش ما نعطيش ندوز النصائح وما نعطيش الفلفله الحاره. اختي ناديه. انا معك انا. وكتجي زوينه انت تجربها غتجي زوينه وبلديه غتصاوبها بلديه وانت كتعجبك حاجه بلديه. اكيد اكيد. نسمع اختي. جوج فلفلات حارين دوك ياسين. جوج دوك مزيان بدا دوك الحارين الحمر راه كيكونوا ياسين انت تذكر كون حاره. المهم خمسه ديال الفصول ديال الثوم. خمسه. معلقه صغيره ديال التحميره ماشي حاره حلوه. حلوه. واحد الحامضه. حامضه. وعاوتاني كتاخذي قشور ديال حامضه تكون مشكوكه. وكديري واحد جوج معالق كبار ديال الماء. وكديري معلقه كبيرة ديال زيت الزيتون ديال زيت الزيتون. البلدية. كتسدي ديك الفلفلة. وداك الفصوص ديال الثوم. وديك التحميرة. المهرج دابا كلشي راه كاين عنده المهرج. كتبقي بحال اللي غدك الشرمولة. الشرمولة. حتى كيعود بحال العجين داك الخليط. أييه. كتضيفي ديك العصير ديال ديك الحامضة. نعم. كتشدي داك اللب حين داك اللي قشر ما نضيعوهاش. كنشدو داك اللب ديال ديك الحامضة. ناخذ عين ديال نص حامضه ما نديرهاش كامل. نعم. كنضيفوا لذاك الخليط في المهراز. ياك كندقوا مزيان مره اخرى.
ياك وفي الاخير كديري داك الزيت وكتخلطي. نعم كتخلطي كتجي كتحطي دوك الطبيسيلات الصغيورين هكا كديري كتجي كالهريسه بحال الكريسه كتجي زوينه. وهذا كيمشي مع انواع الحوت يا اللي مقلي يا اللي مطبوخ يا اللي كامل يعني كيمشي مع الحوت. هذا غناكلو بوحدو انا هذا عرفتك غديريه مع خوك راه عارفك. لا غادي ناكلو بوحدو اختي حليمه ما بلا عيب المعلقه عيب المعلقه. تبارك الله عليك زعما راه تبارك الله يبارك لك لاله حليمه لك دائما لا يخطيكم علينا حليمة. غادي نكتفيو بهذا القدر لأن الساعة عندنا استوديو 4 كتشير ل 11 و 54 دقيقة يعني ما بقاش لنا الوقت بزاف. كنشكرك كنشكرك بزاف وتحية ليك تحية كاع الناس اللي كيستمعوا لحليمة وشكرا لك على هذه النصائح اللي مديتينا بهم. وأكيد غادي نعاودوا نتواصلوا معاك في نصائح أخرى لحليمة إن شاء الله. جزاك الله شكرا وسمحوا لي بزاف عليكم كاملين. لا ماشي خفيفة كنتي خفيفه مزيان 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 بارك الله فيك الله يحطيك والله يعاون سلامتك حبيبه. الله يسلمك التوفيق ان شاء الله والمزيد من العطاء بكم لاله حليمه بكم اكيد. تحيه ليك تحيه ليك لاله حليمه. اذا مستمعاتنا مستمعي الكرام ما بقى لي الا نودعكم على امان نتلاقاو غدا ان شاء الله.